صباح الخير. اليوم ما نحكي كلمتين. اجا اخر الموسم والكل قوصنا انبسطنا، بس اجا وقت هلا بدنا نضب البوريد، ننظفهم، نشحمهم للموسم الجاي، يعني بعد لايلول الجاي. قلنا إذا حدا ما عنده وقت ينظف باروتو يزبطها يسويها يدبها وهيك يدب العدة تبعيته، بتحبوا تجيبوا لي إياها وأنا بنظف لكم إياها وزبطها وبرستها وبنشحمها وبنعملها صيانة كاملة كمان. أهلا وسهلا فيكم، بتعرفوني كلكم، بتعرفوني وبتعرفوا ويني. بزيت الوقت إذا حدا عنده تصليحة صغيرة، عنده شغلة بده يخرطها، عنده تلحيمة، عنده أنا عندي فريزة وعندي مخرطة وفريزة صغيرة طبعا، إشياء صغيرة عم نحكي عن إشياء صغيرة يعني مش كبيرة. مثلا هيدي الفريزة وهيدي المخرطة هون، شفتوا زغرة يعني. عندي تلحيم أرغون، عندي تلحيم أستيلان، يعني تلحيم فضة، تلحيم نحاس، كله موجود. ما عم بحكي بوريد، عم بحكي إذا حدا عنده شيء مثلا بده يعمله، ماكينة تك مكسورة بدها تظبيط، هيدا أنا طلعت على التياعد يعني من شغلي الأساسي ومتفضل بالبيت. موجود العدة وموجود كل شيء، إذا بتحبوا تشجعوني وتجيبوا غراضكم رح تزبط لكم إياها، أهلا وسهلا فيكم. أشياء البدائية يعني أنا ما حفوت بأشياء لأنه ما مني يعني ما لي جلادي بقى أشتغل بهالمصلحة وهيك. تنظيف بارودة، شغلة صغيرة مكسورة بدها تلحيم، شغلة بدها خرط، شغلة بدها فريزا، اهلا وسهلا فيكم. وكلكم بتعرفوا بيتي وكلكم بتعرفوا وين انا، واذا ما بتعرفوا اسالوني وبقلكم بدلكم وين. واهلا وسهلا فيكم، بيتكم هون انتو وحبايبي واصحابي كلكم، وبتمنى لكم موسم جديد حلو كتير ان شاء الله بايلول. مرسي كتير.